السلام عليكم. ربما كانت خسارة الدهون الزائدة من الوجه والكرش عند من يعاني من الوزن الزائد أمر إيجابي، ولكن البعض يبالغ بالحمية والرياضة ومحاولة نزول الوزن السريع، وخاصة النساء بتتفاجأ بعد ذلك بأن وجهها أصبح وكأنها كبرت 5 أو 10 سنين، وذلك بعد شهر أو شهرين من الحمية القاسية. سأخبركم بهذا الفيديو عن عدة أسباب مسؤولة عن فقدان دهون وعضلات الوجه واللي توصلت إليها بعد قراءة عدد من الأبحاث العلمية. يلا نبدأ الفيديو. آلية خسارة الوزن واحدة، لكن النتائج قد تكون مختلفة. أريد أن تعرفوا معلومة قبل أن أبدأ حتى ما تختلط الأمور عليكم. البشر لهم أحجام طبيعية مختلفة، فهناك الوجوه العريضة والنحيفة والفتيات الضخام والرجال قصار القامة، ولكن دائما الإعلام والأفلام بتقولنا أنه الطويل الأشقر النحيف الخصر أفضل من غيره. وطبعا أنا تطرقت لهذا الموضوع سابقا بفيديو الأنوركسيا، إذا بتحبوا تشوفوا الفيديو الرابط رح يكون بالأعلى. آلية خسارة الوزن عند كل الكائنات معروفة، وهي صرف طاقة أكثر من المتناول، لكن مكان خسارة هاي الطاقة المخزنة يمكن أن يختلف حسب العديد من الأمور، وأهم الجنس، مكان توزع الدهون، نوع الحمية، الرياضة، شدتها. نعرف أن الرجال بيخزنوا عادة الدهون بمنطقة البطن، ونطلق عليها بالعامية الكرش، أو بسورية بنقول كرش الوجاهة. أما النساء فغالبا بيخزنوا الدهون الزائدة في الورك والأرداف، وعند زيادة الوزن كلا الجنسين بيخزنوا الدهون في، نعم أكيد حزرتوها، بالوجه. وحسب ما قرأت فإن أول دهون بيخسرها اللي بيقوم بالحمية هي آخر دهون خزنها. يعني إذا فجأة لاحظت وجهك كبر وزادت دهونه وقررت بأنه تبدأ بحمية ورياضة، فطبعا أول ما ستخسره هو دهون هاي المنطقة. أما خسارة دهون الورك أصعب، خاصة عند النساء، فالجسم يعتبر هذه الدهون دهون مفيدة أثناء الحمل مثلا، لذلك بيرغب بالمحافظة عليها، وغالبا بضحي بدهون الوجه أولا. لذلك من المستحيل أنه تخسر وزن من الأماكن السفلية بالجسم من دون التضحية ببعض الدهون بالوجه. لكن قبل أن تتشائموا وتذهبوا لفيديو آخر، سأخبركم الآن بعض أهم الأسباب اللي بتسرع خسارة الدهون بمنطقة الوجه، وسأتكلم عن بعض العوامل الطبيعية اللي ممكن أن نقوم بها لنقلل من عملية خسارة الدهون بالوجه والمحافظة على جمالنا. ولكن لن أتكلم عن البوتوكس أو الفيلرز التي يجب إعادة حقنا كل فترة للمحافظة على نضارة الوجه، فهي حل مؤقت وليست طبيعية وليس بمقدور الجميع استخدامها دائما. أول عامل من العوامل هو التقدم بالعمر. ذكرت قبل بفيديو الكولاجين والهيالورونيك أسيد أنه مع التقدم بالعمر بقل الإنتاج الطبيعي من الكولاجين ومن الإلاستين بجسمنا بالبشرة والأنسجة الضامة مثلا. وكما ذكرت أكثر من مرة، فالكولاجين هو من يعطي هي الأنسجة هيكلة وقوتها، أما الإلاستين فبيعطيها المرونة. فتخيلوا ما ممكن أن يحدث إذا قلت كميتهم. نعم، ترهلات وتجاعيد، وهي أول علامات التقدم بالعمر اللي بيلاحظها الناس عادة. ليس خسارة الكولاجين والإلاستين فقط هو السبب، فمع التقدم حتى بالعمر رح تلاحظوا أيضا هشاشة بالعظم وتداءل بعضلات الوجه، وكل هذا معا رح يساهم بشكل الوجه المتقدم بالعمر. إذا ما الحل؟ لا يوجد للآن طريقة لنوقف تدهور الكولاجين والإلاستين طبيعي بجسمنا، والتقدم بالعمر أمر لابد منه. مستحيل يعني ابن 80 يبين بالعمر كابن 20، لكن ممكن إبطاء هاي العمليات أو تقليلها قدر الإمكان بتناول مكملات الكولاجين خارجيا مع الهيالورونيك أسيد وفيتامين سي. وقبل ما تسألوني عنها وعن طرق أخذها وأنواعها، فقد ذكرت كل ما تريدون معرفته عنهم بفيديوهات هنا روابطهم بالأعلى وفي صندوق الوصف. وأيضا لمحاربة هشاشة العظم وخاصة عند النساء بعد انقطاع الطمث، فعليكم بالأغذية الغنية بالكالسيوم وفيتامين د، وبحال كانت الحالة جدية فهناك العديد من زمر الأدوية لمحاربة هشاشة العظام ممكن أتكلم عنها لاحقا. ثاني عامل من العوامل هو الحمية الخاطرة. بعد فيديو الكولاجين بعض النساء سألوني عنه برسائل الموقع وإذا ممكن أنه يأخذوه للوجه، وكلهم كانوا بيقولوا نفس الشيء، أنه يا دكتورة فجأة أصبح وجهي شاحب ونحيف. ولما سألتهم عن الحمية طبعا ما تفاجأت أنهم كانوا عم يتبعوا حمية قاسية جدا لفترة طويلة. مثلا وحدي كانت على حمية الصيام المتقطع من سنة، والتاني أيضا قطعت كل الكربوهيدرات ومنتجات الألبان والحليب من النظام الغذائي، وهذه كلها حميات نصحوا فيها بعض
العباقرة اليوتيوبرز وقاموا عمدا بإيهام الناس على أنها هي السبيل لنظام غذائي صحي، وهؤلاء المسكينات اتبعوها طبعا من دون تفكير إلى أن بدأنا يعانين من هشاشة العظم ونحافة الوجه وشحوب، وكنا مستعدات لفعل أي شيء لإعادته كما كان. أعزائي، ما أريد إيصاله من هاتين القصتين أن الحمية الصحيحة هي الأساس لجسم صحيح. دعونا نتفق، بدلا من القول أن أريد جسم رشيق لنقول مثلا أن أريد جسم صحيح سليم معافى، حتى لو ما كان بيتفق مع معايير هوليوود. وعندما تريدون اتباع حمية، رجاء لا تسمعوا لأي شخص بيتكلم على اليوتيوب من دون دليل علمي وتتبعوا نصائحه من دون ما تتأكدوا من مؤهلاته وشهادته العلمية. فقد يكون مثلا عم يتحدث عن حمية الكيتو، وهي الحمية ليست بالضرورة أن تكون مفيدة لكل الناس وليست نظام حياة، هي مفيدة لأشخاص معينين وحالات مرضية معينة ولفترة محددة. لا تفهموا من كلامي عدم القيام بحمية مطلقة لنحافظ على نضارة ودهون الوجه، وإنما الحل هو باتباع الحمية الأنسب إلنا والاعتدال والتوازن بين جميع العناصر الغذائية، وعدم اتباع حميات عشوائية لفترات عشوائية غير مدروسة، وحتى من دون قراءة التأثيرات الجانبية. فالحمية يجب أن تكون مدروسة من قبل أخصائي تغذية ولفترة محدودة. وإذا قلتوا لي أنه أنا بتابع الدكتورة كذا من فترة وهي متابعة على حمية معينة وجسمها رشيق ونحيف ووجهها طبيعي، لماذا عندما اتبعتها أنا لم أحصل على نفس النتائج؟ طيب، أنت بتعرفي إذا كان وجهها طبيعي ولا لا؟ نعم، المشاهير بيضطروا للبوتوكس والفيلرز لأنهم مجبورات على حجم وشكل جسم معين، فهو الجسم المثالي حسب معايير الأوساط الفنية، وبالتالي يغطينا الضرر الحاصل للوجه بالفيلرز. وكما نقول في سوريا، لولا علبة مكة كانت الحالة بتبكي. فعزيزتي، إذا لم تكوني منهن وليس بمقدورك حقن فيلرز بشكل دائم، فلا تتبعي نفس نظامه الغذائي، وإذا أردت إنزال وزنك ليكن ذلك بالتدريج وليس حمية قاسية جدا لفترة قصيرة. ثالث عامل من العوامل هو التعرض للشمس. قبل ما تتساءلوا ما دخل التعرض للشمس من حافة الوجه، سأخبركم أن التعرض لأشعة الشمس الضارة الـ UVA والـ UVB ليس فقط يؤثر على اسمرار البشرة وحب الشباب، وإنما أيضا التعرض المستمر لهي الإشعاعات يخرب الكولاجين والإلاستين بالبشرة، وهو من أهم الأسباب المسؤولة عن الشيخوخة المبكرة للبشرة. إذن ما الحل؟ الحل بسيط جدا لهي المشكلة، واقي شمسي ذو SPF 15 أو SPF 30 بيكون كافي. وإذا أردت نصائح عن اختيار الواقي الشمسي الأنسب لبشرتك، فيوجد كمان فيديو في القناة خاص عن الموضوع، تابعوا الرابط بالأعلى وفي التعليقات. وقبل أن أكمل الأسباب، إذا أردتم استشارة صيدلانية مجانية، فيوجد بأسفل الفيديو رابط سيأخذكم مباشرة لصفحة الاستشارات الصيدلانية بالموقع. ما عليكم إلا تعبئة الفورم مع إيميل وسأجيبكم خلال يوم أو يومين. وأيضا ممكن أن تحصلوا على متابعة كاملة للعلاج أو نظام غذائي من قبل أخصائي تغذية مختصين بأسعار مناسبة. رابع عامل من العوامل هو التدخين. إذا لاحظتوا، فالمدخنين دائما بتشيخ بشرتهم باكرة وبتظهر التجاعيد وكأنهم حاملين هم الدنيا على كتافهم. لماذا؟ البشرة الطبيعية بتجدد نفسها باستمرار، حيث تزيل الكولاجين القديم وتبني كولاجين جديد. المثير للاهتمام أن المدخنين كانت عمليات بناء كولاجين جديد بالبشرة قليلة جدا مقارنة بغير المدخنين. ما السبب برأيكم؟ بحثت قليلا ووجدت التفسير كما توقعت. الأمر مرتبط بنقص مستويات فيتامين سي عند المدخنين، فهناك علاقة سلبية بين نسبة فيتامين سي بالجسم والتدخين. كما أخبرتكم أن فيتامين سي ضروري جدا وبحفز اصطناع الكولاجين والهيالورونيك آسيد بالجسم، لذلك تجدوه بكل المستحضرات يلي بتحوي هيالورونيك آسيد وكولاجين. ما الحل هنا؟ ببساطة، إذا أردت بشرة نضرة وجه مدور، أوقف التدخين فورا إذا كنت مدخن وتناول فيتامين سي لتعويض النقص الحاصل. خامس عامل من العوامل هو الرياضة الزائدة. الرياضة مفيدة ولازمة وضرورية ولا ينبغي الاستغناء عنها أبدا، ولكن كما نقول بالسوري، الزايد أخو الناقص. وكمان منقول كل شيء زاد عن حده انقلب ضده. وحتما الرياضة الزائدة لفترات طويلة وخاصة الكارديو رح تسبب خسارة دهون الوجه، حتى أن التمرينات اللي منلعبها لتدريب مناطق معينة بالجسم لا تؤثر فقط على هاي المناطق، وإنما كمان بتسبب خسارة دهون من جميع أنحاء الجسم. لكن بشكل عام، من أكثر التمرينات اللي بتسبب أكبر خسارة بدهون الوجه هي الكارديو والركض اللي بتحرق أكبر سعرات حرارية. لكن الأمر الجميل بالرياضة أنه تأثير الرياضة والحمية معا على نحافة الوجه أقل من تأثير الحمية وحدها، خاصة الرياضة المعتدلة اللي بتبني عضلات. فإذا
ما الحل لنلعب رياضة من دون التأثير كثيراً على شكل وجهنا؟ اللعب باعتدال وتنويع التمرينات بين الكارديو والمقاومة، وبنصحكم قبل الكارديو والركض أن تقوموا بتمرينات تحمي للجسم ليتوزع الدم بجميع أنحاء الجسم، وأيضاً بعد التمرين لا تنسوا تتناولوا غذاء متكامل. السادس عامل من العوامل هو الضغط والتوتر. كم مرة مريت بضغط عمل أو دراسة كبيرة لدرجة أصبحت تنسى تاكل أو تاكل فقط لسد الجوع من دون التفكير بجودة ونوعية الأكل؟ وبعد مرور الفترة العصيبة لاحظت كيف وجهك أصبح نحيف وشاحب وتحت عيونك أسود من السهر والقلق. لا يمكن أن ننكر أن الحياة أصبحت متسارعة جدا وأيام الضغط والتوتر كتير، لكن لا أستطيع القول إلا أن صحتنا أهم ما نملك بهذه الحياة، ويجب ألا تهملها لأي سبب كان. لن أبدأ بتعداد الأساليب والمهارات لتتغلب على القلق والتوتر، فهناك العديد من الفيديوهات على اليوتيوب عن الموضوع إذا لم تنجح وحدك بمحاربة الضغط. بالمختصر وبالنهاية، لا تصدقوا كل شيء على اليوتيوب إذا لم يرافقه دليل علمي، وتناولوا منتجات اللحوم ومكمل أو مكملات الكولاجين، الهيالورونيك أسيد، فيتامين سي، فيتامين إي، استعملوا كريمات الواقيات الشمسية، وأكيد يجب الابتعاد عن التدخين والأرجيل وممارسة الرياضة باعتدال مع نظام غذائي صحي والابتعاد عن التوتر والقلق قدر الإمكان. إذا أعجبكم الفيديو سجلوا إعجاب وشاركوا ليوصل لأكبر قدر من الناس، وإذا كنتم تحبوا الحصول دائما على معلومات من هذا النوع سجلوا إعجاب بالقناة وفعلوا الجرس ليوصلكم إشعار عند تنزيل كل فيديو جديد. كانت معكم ألمة تمور، إلى اللقاء.